مرحبا بالجريدة الإلكترونية الفاضلة. أولا كنشكركم على حضوركم لهنا. بالنسبة لهذه المقابلة كتجمع فريق الترجي الرياضي التازي ضد فريق نهضة تونس لكرة السلة للمنافسة ديال القسم الوطني الثالث الدورة الأخيرة. هذا الماتش هذا هو على المنافسة على الرتبة على المرتبة الأولى والثانية للمؤهلتين للبلاي أوف. وهاد الفريقين بجوج مؤهلين ان شاء الله والفريق ديالنا حتى هو مؤهل ومباراه شكليه ان شاء الله للاستعداد للمقابله ديال البراج ان شاء الله. بالنسبه للجمعيه ديالنا هي جمعيه نهضه التونات لكره السله تاسست في 2015 وانضمت للعصبه والجامعه في 2019. بالنسبه لنا اول تجربه فعليه في البطولات ديال العصبه مشاركين بسبعه ديال الفئات منهم فريق ديال السيدات في القسم الوطني الثاني وهذا الفريق ديال الذكور اللي كيلعب المقابله الان هو في القسم الوطني الثالث اضافه للشبان والشابات والصغار والصغيرات يعني جميع الفئات. القاعه ديالنا هي هذه في كان مرسوع عندنا مجموعه ديال الاكراهات بالنسبه للملعب ما عندناش ملعب ديال التدريب يعني كنضطروا اننا نهودوا القاعه والقاعه بعيده على وسط المدينه. بالنسبه للتنقل ايضا كنعانيوا من التنقل ولكن الحمد لله بتضافر المجهودات ديال الجميع بما فيهم السلطات المحليه والمجالس المنتخبه على راسهم المجلس الاقليمي اللي كيدعم بالمنحه وكيدعم بالنقل وايضا الجامعه الحمد لله والشباب والرياضه اللي كتمنحنا القاعه يعني بدون قيد او شرط ومدعمين وحدين اخرين سيرتو الفرق الرياضيه اللي كتملك حتى هي الحافلات اللي كتساعد وكتعاون الفريق من خلال منح الحافله. بالنسبه للطموحات ديالنا الحمد لله كانت مقتصره هذه السنه على المشاركه ولكن من خلال الخدمه اللي تقامت من الاول ديال الموسم لقينا راسنا يعني الفرق كلهم يعني مستعدين وكيواجهوا كينافسوا على البطولات في الفئات كامله ونطلبوا من الله المزيد من الدعم والمزيد من المسانده باش ان شاء الله هذه كره السله في تونس تطلع لاعلى المستويات ولما لا ان شاء الله نشوفوا نهضه تونس لكره السله في قسم ممتاز وبنات ودراري ان شاء الله في المستقبل. معكم السلام عليكم معكم لاعب نهضة تونات لكرة السلة دابا كنتواجدوا في القاعة المغطاة اللي هي بتونات عندنا واحد الفريق اللي سميتو تازا عندنا ماتش اللي هو لقيناه في الأول صعيب يلاه بدينا كاركون الأول كاين شوية كاين حرارة بزايد والقاعة ما مهوياش ماشي مشكل هذا ماشي عائق مازال الماتش حدانا نتمناو التوفيق للفريق الضيف نتمنوا التوفيق لنا اجمعين ان شاء الله باذن الله. شنو بالنسبه للمقابله كتبان انها يعني مقابله متكافئه من الطرفين يعني ولكن الصراحه درجه الحراره المرتفعه كتاثر على الاجواء ديال المقابله ولكن ان شاء الله انا ثاقب في الفريق ديالنا وثاقب في الزملاء ديالي في الفريق يؤديوا الواجب عليهم وينتصروا ان شاء الله في المقابله ونحافظوا على الصداره ديال الترتيب ان شاء الله.